لقي 23 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات بجروح في هجوم انتحاري مزدوج أعقبته اشتباكات قرب ناحية البغدادي شمال غرب محافظة الأنبار العراقية. ويأتي ذلك فيما دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى ما سماه ثورة عشائرية في مواجهة تنظيم داعش الذي يسيطر على معظم أنحاء محافظة الأنبار كبرى محافظات العراق. من جانبه قال وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أن الجيش العراقي بدأ يعيد بناء نفسه بعدما أوشك على الانهيار الكامل الصيف الماضي، لكنه نبه إلى أن هذه الجهود ما زالت في مراحلها الأولى. وقال العبيدي في خطاب نقله التلفزيون بمناسبة يوم القوات المسلحة أن العراق ما زال يخطو خطواته الأولى، وأن بعض هذه الخطوات معروفة وبعضها ما زال طي الكتمان. لقد اتخذنا أيها الإخوة سلسلة من الإجراءات للإصلاح وإعادة البناء شملت كل مفاصل الجيش في القيادة والسيطرة، كما في العمليات مثل ما هي في الرقابة والتقويم والحساب للعناصر الفاسدة والمفسدة على مستوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات. وبعمل شاق ما زلنا في بدايته الأولى يحدون الأمل على إكماله عبر صفحات لاحقة. أقول بعمل شاق شمل حصرا لجميع الموارد وترشيدها مادية كانت أم بشرية، بعضها معلن لكم وبعضها يبقى من أسرار المؤسسة العسكرية. استطعنا أن نضع الجيش على عتبة مرحلة جديدة لإعادة الهيبة له ولإدامة الثقة الشعبية به.